قل
غير الله تأمرني أمر أيها الجاهل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين قل الله فأمركم بلا شك فما قدر الله حق قدره والآن جميعا قل أن جميعا قبلته يوم القيامة والسماوات طويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إن شاء الله ثم نفق في أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأرقت الأرض من نور ربها ومن الكتاب وجاء للنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون أو في كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها قضي الأبواب وقال لهم قبلتم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت عليهم العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وقضي الابواب وقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأرادنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ونرى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم من السلطان القديم بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم قابل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ويجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذب قبلهم قوم نوح والعذاب من بعدهم وأمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدهدوا بالحق وأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك أخذ كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يعملون العشاء ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم
ربنا وادخل الجنات عدن الذي وأنته ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتهم أنفسكم إن تدعون إلى الإيمان فتنكرون قولوا ربنا آمنتنا أسلتين وأحييتنا اثنتين فاغفرنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش تلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده يوم هم بارز لا يخفى على الله منهم شيء ومن الملك اليوم لله الواحد الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة الآزفة إذ القلوب لدى الأناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد من قوة وأسرا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واقع ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وأمان وقرون فقال ساحر كذاب كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قال قدموا أبناء الذي وما خير الكافرين إلا في ضلال فقال فرعون ذروني أعلم موسى وليدع ربه إنه أخاف أن يبدل دينه أو أن يظهر في الأرض الفساد فقال موسى إنه أخبر وقال رجل من أهل فرعون ينكم إيمان إيمانه أتقبلون رجلا أن يقول ربي
جاءكم بالبينات ربكم Yeah.
أحدا فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأغفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المشركين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإن يتأذون في النار فيقولون وفاه للذين استنبروا إنا قلنا لهم تبعا بل أنتم يؤمنون أنا نشربا من النار قال الذين استنبروا إن كن فيها إن الله خلق ما بين العباد وقال الذين في النار لقيم خزنة جنة مدعوا ربهم يخاف أن يغفر قالوا أولم تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم لعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأرنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض وأنظروا من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قل إنما تتذكرون إن الساعة الآتية لا ريب فيها ولكن الناس كرهوا فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتدخلوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربه خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون فذلك يؤفك الذين